ضمن المجموعة الثانية من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، تعادل فريقا العين والشارقة بهدف لكل منهما، وبذلك بات لدى العين 3 نقاط مقابل 4 للشارقة. وفي الدوري المصري تعادل سموحة مع انبي بهدف لكل منهما، رصيد سموحة بات 4 نقاط مقابل 6 لفريق انبي الذي لم يسجل أي فوز حتى الآن، مكتفيا ب3 تعادلات وخسارة في 4 جولات. لحساب الجولة 8 من الدوري القطري لكرة القدم، تعرض فريق لخيا للخسارة أمام أم صلال بهدف مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد أم صلال إلى 15 نقطة وتجمد رصيد لخيا عند 8 نقاط.